الليلي ولا جامعة. طلاب انتبهوا طلاب، صوتي يوصلكم الأخير؟ صوتي يوصلكم تسمعوني؟ أكو سؤال فيما يخص المحاضرة الأولى حول stages of labor، هاي بسطنا لكم إياها مختصر، كان فشي مفيد يعني مختصر بسيط، الصور كانت يعني مفهومة. إذا أكو سؤال أتلقى الأسئلة قبل لا أبدي بالمحاضرة الثانية اللي هي أيضا مرتبطة بالمحاضرة الأولى. ما عندكم أسئلة طلابنا لو باتكم يوم الامتحان؟ ما يتغير، هو هذا رقم للحفظ، أي رقم ذكر بالمحاضرة السابقة تحفظوه، وأي معلومة ذكرت سواء minutes سواء مثلا dilatation how many dilatation per hour والdifferentiation between primary and multi تحفظ. So let us start with our lecture for today. Second lecture is the mechanism of labor. شنو معنى ميكانيزم؟ يعني هذا البيبي ايش حيصير بيه changes، او هذا اللي presenting part ايش حيصير بيه to accommodate the birth canal، ايش حيصير بيه، شلون حيفتر، شلون حيطلع، هذا شلون دخل من الابدومن طلع through the pelvis، فهاي الاشياء حنذكرها بالمحاضره الان. طبعا هي سيريز، هي سلسله اوف باسيف. طلاب انتبهوا يا رجاء، بدون كلام بدون صوت، سلسلة of passive and adaptive movement، series of passive and adaptive movement of the fetal head and shoulders smallest diameter to pass through the birth canal. يعني شنو معناها؟ البيبي ممكن أنا عندي، فهو إنسان، هو كائن داخل هذا داخل بطن الأم، شلون هذا البيبي حيعبر through the birth canal ويطلع خارج البيرث كانال؟ هو هذا معنى الميكانيزم، مش حيصير changes، شلون حي يعني يكون اصغر دايمتر، ممكن ان يقل الدايمتر اذا كان لارج، شلون حيقل؟ عن طريق which mechanism، بعدين حي يعني to accommodate the birth canal and to expel out of the canal. اول شيء خلينا ناخذ قبل أن يعني نحكي عن الميكانيزم، خلينا ناخذ تعريف، ما ادري انتم يمكن دكتوره افتخار انطتكم في المحاضره السابقه او درسناكم احنا اللي ياخذون بالنسبه لجماعه الاوبستريكس بالمستشفى، علمناكم شنو معنى لاي، شنو معنى برزنتيشن. So the fetal lie كديفينيشن، هاي الاشياء لازم تكون كمان على مود انت بالاكزامينيشن تعرفها، من تقراها بالكتب تعرفها. شنو معنى لاي؟ شنو معنى لاي؟ وضع البيبي او الاكسس اوف بيبي ان ريليشن تو ذا اكسس اوف ذا مذر، يعني شنو معناه؟ يعني ذا ريليشن اوف ذا لونجيتودينال لاي او لونجيتودينال اكسس اوف ذا فيتس تو ذات اوف ذا مذر، ات از ايذر لونجيتودينال ترانسفيرس لاي اور اوبليك لاي. يعني الاكسس اوف بيبي، لونجيتودينال اكسس اوف بيبي ريليشن تو ذا مذر، ممكن البيبي يكون سيفاليك او بريج، بالحالتين هو يعتبر لونجيتودينال لاي. اوكي، او يكون اللونجيتودينال اكسس اوف ذا بيبي هو حيكون يعني ترانسفيرس تو ذات اوف ذا مذر، يسموه ترانسفيرس لاي، او يجوز يكون اوبليك، يعني يسموه اوبليك لاي. هاي الصور هي توضح السيفاليكولي بريج، هذا اللونجيتودينال اكسس اوف ذا بيبي ان ريليشن تو ذا لونجيتودينال اكسس اوف ذا مذر، يعني المذر من الهيد تو تو، هذا هو الاكسس اوف ذا مذر. نفس الشيء بالنسبه للبيبي فروم هيد تو تو، الاكسس اوف ذا بيبي ان ريليشن تو ذا اكسس اوف ذا مذر يسموه لاي، اللي ممكن يكون احتمال يتحمل ثلاث احتمالات، اما لونجيتودينال اما ترانسفيرس او اوبليك. يعني شنو معناها؟ هذا الاكسس اوف ذا بيبي لو تخيلنا المذر ان ستاندينج بوزيشن حيكون parallel to that of the mother، فاثنيناتهم longitudinal يعتبرون، baby يعتبر longitudinal line، سواء كان cephalic سواء كان breech presentation. بالنسبة لهذا ال oblique يعني ال axis of the baby، longitudinal axis of the baby in relation to that of the mother حيكون obliquely، وال transverse ال longitudinal axis of the baby from head to toe or from head to breech حيكون in relation to the mother حيكون in transverse position، فيسموه transverse لا. فمعناته عندي ثلاث احتمالات، السيفاليك والبريتش هم اثنينهم لونجيتودينال، عندي اوبليك لاي وعندي ترانسفيرس لاي، فهذا ريليشن اوف لونجيتودينال اكسس اوف ذا بيبي ريليشن تو ذات اوف ذا مذر يسموه لاي، او ممكن يكون قلنا ممكن يكون ثلاث احتمالات، اما اوبليك اما ترانسفيرس او لونجيتودينال. شنو معنى اتيتيود؟ فيتال اتيتيود، الاتيتيود عاده المفروض يكون عندي حتى تو اكوموديت ذا بيرث كانال، المفروض عندي البيبي يكون ويل فليكس، يعني كل شيء بي فليكشن، الشن فليكس تو ذا تشيست، الهاند فليكس
to the chest also, and the legs flexed to the up to the abdomen. فإن flexion position أو flexion attitude of the baby هذا أصغر sorry أصغر diameters can accommodate the birth canal and the baby will pass through the birth canal easily. الattitude شنو معناها؟ posture of the fetus in utero. وضع البيبي داخل الرحم. posture of the uterus of the baby in utero sorry. النورمال اتيتيود بالحالات العاديه وهذا الفليكشن اتيتيود هذا بالحاله الطبيعيه نقول هذا فليكس ولا فليكس تشوفون شلون الهيد فليكس او تشين فليكس تو ذا تشيست دي هاندز فليكس اب تو ذا تشيست اولسو اند ذا ليجز اند ثاي فليكس اب تو ذا ابدومن هذا الفليكشن اتيتيود هو احسن اتيتيود بالنسبه يعني فور ايزي فاجينال ديليفري وللحسن الحظ وهذا النورمال اتيتيود اوف ذا بيبي الهيد فليكس تو ذا تشيست مثل ما ذكرنا الارمز فليكس اوفر ذا تشيست والثايس والليجز فليكس اوفر ذا ابدومن بينما الاكستنشن اذا كان اكستندد الفكره وين؟ الفكره انه هذا البايبرايتال دايمتر هو حيكون اصغر دايمتر حيعبر ايزلي ثرو ذا بيرث كانال السب اوكسيبيتو براجماتيك دايمتر مثل ما ذكرنا يمكن تعرفون انتم هاي الاشياء مو نحكيها اعطتكم اياها دكتور افتخار على هذه المحاضره احنا ذكرنا دايمتر اوف ذا بريزنتنج بارت بالنسبه للهيد ممكن تكون از less as 9.5 سنتيم وتكون as much as 13 سنتيم الفليكشن اتيتيود يخلي البايبرايتال دايمتر او السمولست دايمتر اللي يدخل ضمن البيرث كانال ممكن يدخل ايزلي 9.5 10.5 سنتيمتر ممكن ايزي ديليفري هي المشكله هي بالهيد هذا يعتبر هو البوني بارت اوف ذا بيبي يعني هو هذا يكون كلش يعني اذا كان نط ولا فليكس ممكن يكون عندي ديفيكولت ليبر فالفليكشن اتيتيود ممكن انا انت هنا شو يكون عندي البرزنتيشن اللي تلاحظون؟ وش دائما البرزنتنج داون؟ هذا شنو؟ اللي فيس برزنتيشن شنو الدايمتر اللي موجود يس؟ قارين محاضره مقارين نعم الفيس برزنتيشن يكون سب منتو براجماتيك لكن هنا هذا شنو؟ هذا منتو فيرتيكال دايمتر منتو فيرتيكال ما بين براو برزنتيشن إذا صار بفليكشن شوي ممكن أو اكستنشن مور حيكون السب منتو براجماتيك والبريزنتنج دايمتر وحيكون أقل دايمتر موجود. السب منتو براجماتيك 9.5 سنتيم منتو فيرتيكال ايش قد يكون؟ 13 سنتيم يعني هذا ممكن أنا ينتهي لي بأوبستراكتد ليبر لأنه هذا ما حيدخل ضمن البيرث كانال وديفيكالت وهي حتظل خطية المذر كونتراكتنج وإفيشنت كونتراكشن وماكو أي ديسنت ولا بروجريس أوف ليبر. واضح؟ طبعا احنا وي شود تيك انترفيشن يعني وي شود انترفين باي ذيس كيس بس انا قصدي الفيتال اتيتيود على ما بتعرفون الاتيتيود هذا الفليكشن اتيتيود هو البيست اتيتيود وهو لحسن الحظ هو هذا النورمال اتيتيود اوف ذا بيبي ان يوترو بينما الاكستنشن اتيتيود انا ممكن انتهي مال بوزيشن مال يعني مال بوزيشن اقصد يعني ممكن انتهي عندي هذا الفيس برزنتيشن او براو برزنتيشن وممكن انتهي بديفيكولت ليبر هسه نجي للبرزنتيشن السؤال اللي سألناه شنو معنى البرزنتيشن؟ البرزنتنج بارت اوف ذا فيتوس ديسكرايب ذا لور موست بارت اوف ذا فيتال بودي اوكيباينج ذا ماتيرنال بلفس as simple as such اللور موست بارت اوف ذا فيتال بودي اوكيباينج ذا ماتيرنال بلفس سواء كانت الليبر سواء كانت نوت الليبر واضح؟ يعني هنا عندي لور موست بارت هذا شو يسموه؟ وجه برزنتيشن هذا فيرتكس برزنتيشن او يسموه سيفاليك برزنتيشن لو كان عندي لور موست بارت هذا البريج مال بيبي يسموه بريج برزنتيشن لو كان ترانسفيرس البرزنتنج بارت هو الشولدر فيسموه شولدر برزنتيشن واضح؟ فالبرزنتنج بارت اوف ذا فيتوس ديسكرايب ذا لور موست بارت اوف ذا فيتال بودي اوكيباينج ذات ذا ماتيرنال بيلفس عندي ممكن يكون البرزنتيشن فيرتكس او سيفاليك لما الفيتال هيد از ذا برزنتنج بارت او بريج لما يكون البوتوك or and with or without the feet of the baby are the presenting part what shoulder presentation occurs in the transverse line الفيتال position شنو معنى position؟ انا بالفيتال سكال عندي في denominator معين عندي مثلا الاوكسيبت وعندي الفونتانيل اذا حسيتها او ما حسيتها ممكن اتحسسها بالبلفيك اكزامينيشن وان شاء الله حتبدون تتعرفون عليه لما تفحصون المريضات بصالات الولاده ممكن انه اتحسس الاوكسيبت ممكن اتحسس الانتيريور فونتانيل فاعرف اني ويتش بوزيشن رايت ليفت مثلا اوكسيبت انتيريور اوكسيبت بوستيريور هذا معنى الفيتال بوزيشن فالريليشن شيب اوف سيرتن بوينت
or denominator of the fetal skull, زين relation to a quadrant of the birth canal. يعني ممكن ان انا عندي بهذا البوزيشن left occipital anterior. Suppose I examine here, this is the anterior frontal and this is the occiput. لو احنا واقفين بهذا الاتجاه فهنا هاي جهه left وهذه جهه right. من افحص اقول هذا left occipital anterior. ممكن اقسم البلفس او البيرث كانال الى اربع اقسام anterior وposterior وكل جزء يتقسم left ورايت. فمعنى البوزيشن فيتال بوزيشن، لا تخربطون بين البوزيشن والبرزنتيشن والاتيتيود، هاي كلها نقاط مهمه ولازم تعرفوها. البوزيشن هو relation of certain denominator of the fetal skull in relation to certain quadrant of the birth canal. والبيرث كانال قسمناها imaginary طبعا على مود حتى لسهوله يعني الامور حتى نحفظها بسهوله الى فور كوادرنت كروشيت تقسيم معين ترانسفيرس و خلينا نقول و لونجيتودينال اكسس ان ريليشن تو ذا بيرث كانال. احنا قسمناها هنا عندي الاوكسيبت عندي هو الدينومينيتر هو فيتال سكال، فالاوكسيبت ممكن يكون انتيريور بوستيريور ليفت اور رايت. نفس الحاله اذا كان عندي فيس برزنتيشن شنو الدينومينيتر؟ راح يكون عندي تشين اوف ذا بيبي، مو صح؟ فممكن اكون منتو anterior منتو posterior، واي واحد يقول ليش احنا مخبوصين بهذا الشيء، وهذا اي واحد منهم اني ممكن يحدد لي هي فليكس ولا فليكس هيد لو دي فليكس هيد لو مثلا براو برزنتيشن. اذا تحسس المنتو صاير منتم صاير posterior this is difficult labor definitely I should take her for cesarean section without trial، او ممكن انطيها فقط شورت ترايل فور ديليفري يعني ما اطول الدليفري. دكتور البوستيريور والانتيريور شلون يصير بالضبط؟ يعني احنا سبوز يو اكزامين such a woman. You are standing in front of this pelvis. Symphysis. The anterior هو الجزء الأمامي من المريضة. The posterior الجزء الخلفي ببساطة dorsal يعني position. The left or right هو easy. تمام. Okay. هنا أنا سأل أمامكم هاي جهة the left وهذا the right. The denominator على الفيتال سكال هو الأوكسيبت. فهنا أنا هو left occipital anterior صار عندي هذا the axis of the baby. The sagittal suture مالته وين؟ ما صار transverse صار oblique. فالأوكسيبت مديور يعني على the anterior position. بينما هنا الاوكسيبت وين؟ افتر بوستيريور. فتلاحظون هذا هنا البيوبس هذا الانتيريور والساكرم هو البوستيريور. واضح؟ نفس الشيء بالنسبه للاوكسيبت بوستيريور ممكن يكون عندي رايت وممكن يكون عندي ترانسفيرس اوكسيبت. الاوكسيبت ترانسفيرس يعني هذا هنا عندي ممكن يكون عندي ديب ترانسفيرس ارست. يعني لما الاوكسيبت على الترانسفيرس بوزيشن وعلى الاسكيل سباين ومدى يتقدم صار عندي ارست اوف ديليفري ممكن انتي بدي بترانسفيرس ارست حتى اميز البروجريس هل هو حيكون ايزي بروجريس لو ديفيكولت بروجريس. ممكن اميز هل حيكون عندي فليكشن او الانتيريور بارت بالنسبه للبيوبس هذا اللي امامكم شنو اللي قدام هنا؟ بيوبيك بون صح؟ هذا كله بلبس. البوستيريور هذا لاست ساكرال بروسيس او عندي الكومنتري ممكن يكون عندي هنا العفو البروسيس وهنا عندي شنو؟ هذا البيوبيك بون زين هذا كله انتيريور هذا البارت وهنا جهه البوستيريور ببساطه انتيريور يعني اسال بلبس ذيس از انتيريور بارت and this is the posterior part. الانتيريور اللي امامكم اللي هو related to the pubic bone والposterior اللي هو related to the sacrum. يعني occipital as simple as such. يعني الاوكسيبت بالنسبه للفيتال والبيوبيك اي هو بالضبط هو شنو معنى البوزيشن relation to certain denominator of the presenting part to that of the birth canal. الكنال هي وين بالبلفس of the mother صحيح؟ Now the mechanism of normal labor احنا ذكرناها نقاط سريعه وذكرنا هي سيريز اوف يعني فد اكشن ممكن يصير عندي او فد يعني روتيشن او سم سورت اوف فليكشن تنتهي لي فد يعني اكوموديشن للبيرث كانال حتى يطلع البيبي ايزلي. بستارت ويز طبعا لازم تحفظوها قلنا ان سيريز بالتسلسل ما يصير وحده قبل الثانيه لانه هي شيء سلسله متعاقبه اذا ما يحصل الانجيجمنت ما حيصير عندي ديسنت وما حيصير عندي انترنال روتيشن. سو فيرست وي ستارت ويز انجيجمنت وتعريف الانجيجمنت شنو معناه؟ When the largest fetal presenting part diameter has passed through the pelvic inlet. إذا largest diameter of the fetal presenting part passed through the pelvic inlet.
بتلاحظون هذا هو البيبي، this is the presenting part، وهذا عندي البلفيك إليت. لما اللارجست دايمتر هنا عندي البايبرايتل عبر البلفيك إليت اللي هي هنا البلفيك إليت. زين صار عندي engagement. With engagement ممكن تبدي عندي هاي المرحلة، طبعا بال ما أذكرها بالمحاضرة بس هذه معلوماتكم. الانجيجمنت بالبرايم جرافيدا يكون عندي من ال 36 ويك يبدي، بس مو معناته بدات عندي البروسيس اوف ليبر. بينما بالمالتي بارا لا، ممكن تحدث بالفيرست او حتى بالسكند ستيج اوف ليبر، بالفيرست ستيج اوف ليبر سوري. اذا باثر انجيجمنت راح يصير عندي ديسنت وذ ماترنال كونتراكشنز، طبعا هاي ديورنج ذا بروسيس اوف ليبر مو بالحاله العاديه. الفيتاس ديسنت ثرو ذا بلفيس بلفيك كانال اوكر باي ذا باور اوف يوترال كونتراكشن اند ماترنال ايفورت to push down. اوكي فهنا انا عندي engagement second، حيكون عندي descent، حتدفع ال contraction power of uterine muscle تدفع هذا البيبي through the birth canal. زين لما حيندفع هذا البيبي ما اكو فد muscles ممكن تكون resistant، ال pelvic floor muscle حتكون resistant muscle، والبيبي راح يكون ما بين ال force of the uterine muscle وما بين resistance مال pelvic floor، حيصير ديسنت لكن حيجابه بريزيستنس مال بلفيك فلور. ايش حيصير بيه؟ حيصير بيه ما يسمى بالانترنال او فليكشن فردر فليكشن. اذا كان ديفليكس هيد لما يقابل هاي الفورس حتجبره انه يصير بي فليكشن، او ممكن يكون اكستنشن اذا كان كلش ديفليكس ممكن يكون هايبر اكستنت. فاذا بيها فائده حيصير عندي هاي ريزيستنس اوف بلفيك فلور، حيصير فليكشن اوف فيتال هيد اذا كان ديفليكس، بس شوفون الشيل از فار اواي فروم ذا تشيست with the uterine power and the pelvic floor resistance has to be a flexion. When the presenting fetal heart of a fetal part descend the resistance of the pelvic floor muscle will counteract the fetal presenting part and apply the head to deflex. Sorry. The fourth step has to be internal rotation. The power of uterine muscle with the resisting power of the pelvic floor حتنتهي تسوي لي internal rotation of the presenting part تقريبا تكون a circle of the pelvic canal. شوفوا هنا هنا عندي ولو هي مو كلش واضحه، هنا عندي engagement with more descent حيكون عندي هنا، بس شوفوا هنا شلون دخل عندي صار في rotation flexion or rotation. شنو انا ليش يعني يتخيل عندي يعني خلينا نقول يفتر عندي البيبي ثمن السيركل، ممكن يكون عندي شلون احنا الانجيجمنت باي ويش دايمتر اللارجست دايمتر اوف ذا بريزنتنج بارت. نعم 13 زين هي ترانسفيرس اوفال تمام، يعني هو حيكون اللارجست دايمتر الترانسفيرس انتيرا بوستيريور بالاليت الترانسفيرس والاوت والاوت بالعكس بالعكس. فيضطر البيبي حيفتر على مود تو اكوموديت ذا بلفيك كانال دايمتر، واضح؟ فهنا الانترنال روتيشن حتى انه لارجست يعني بورشن او لارجست دايمتر اوف ذا فيتال هيد اكوموديت ذات اوف ذا بلفيس يضطر يصير انترنال روتيشن. فاذا بدينا انجيجمنت ديسنت ثيرد فليكشن فورث internal rotation حيفتر الهيد ثم السيركل، fifth crowning after internal rotation the fetal presenting part further descent through the birth canal. ال vertex ايش حيصير هنا؟ just beneath the pubic arch، هذا عندي ال vertex مال بيبي او الاوكسلت مال بيبي just beneath the pubic arch. هنا نفتر الهيد ثم السيركل وصلنا مرحله ال crowning والسكين اوف ذا فالفال يعني اوتليت ستارت تو بي ستريتشد. الكراوننج هي خامس مرحله من مرحله المراحل الليبر. هاي طبعا شو كنت تحدث عندي؟ باي ويتش ستيج اوف ليبر؟ سكند ستيج اوف ليبر. انتوا اللي بالاخير اصلا ما مكنكي بالكم يم الحفله ما ادري يم الامتحان. هذول المجموعه هذول السؤال. زين شوية تقدموا ممكن يعني، هي أدري القاعة ما مهيئة بس أنا ما أقدر أعلي صوتي أكثر. إذا الكراونينج قلنا لما الفيرتكس لايز جاست بنيث ذا بيوبيك آرش أند ذا سكين أوف ذا فالفا ستارت تو بي ستريشت، هذا يسموه كراونينج. ناو ذا بيبي إز ريدي فور ديليفري. الإكستنشن
المرحله السادسه المراحل من ميكانيزم اوف ليبر هاتو عند يور سكند ستيج افتر كراوننج ذا فيتال هيد فايبر اندر ذا سيرفيسز بيوبس كانوا يتمحور هسه يثبت اندر ذا سيرفيسز بيوبس اوكي هذا السنسيبوت فيس اند تشين سويب اوفر ذا بيرينيوم تشوفون هسه هنا هذا الاوكسيبت مال بيبي وهنا شنو عندي هذا الانتيرير بارت اوف ذا بيلفيس بهاي المرحله بالاكستنشن يعني ظهر عندي الهيد هيد از شوينج نا طلع الهيد خارج البرينيال ريجن والديليفري اوف ذا فيس ذا تشين اند ذا فيس اند تشين اولسو ذا سويب اوت اوف ذا برينيوم سويب اب اوف ذا برينيوم حتى خلصنا الديليفري اوف ذا هيد اذا نبديها من الاول انجيجمنت ديسنت ديسنت فليكشن تيرن روتيشن كراونينج اكستنشن اند ذن نيكست ستيب هي ريستيتيوشن احنا ذكرنا انه هذا الهيد طلع الاوكسيبت جاست بنيث ذا بيوبيك بون الاكس ريستيتيوشن شنو معناه يعني يرجع الهيد كما كان قبل لا يصير انترنال روتيشن ببساطه هاي ثمن السيركل اللي افترها انترنالي ورا ما يطلع الهيد شوينج ويطلع لحد مرحله النيك ما تطلع عندي حيصير بي ريستيتيوشن يرجع هو يدير نفسه شلون كان البوزيشن قبل لا يفتر بالانترنال روتيشن اوكي فالريستيتيوشن شنو معناه The occipit will move أيضاً from the circle of toward the side from which it starts ببساطة. بالinternal rotation قلنا حتى to accommodate the pelvic canal diameters. يضطر يصير internal rotation ثم the circle. The restitution بعد the showing وراء the crowning and delivery of the head. The restitution هاي seventh step راح تكون عندي ثم the circle اللي افترها internally حترجع شلون كان قبلها داخل رحم الأم قبل لا يطلع showing the head حترجع هاي الفقرة تنعاد لكن بطريقة عكسية يرجع لوضع السابق نعم الهيد أكيد part of the body لكن هو الهيد طبعا كله يفتر الإكسترنال روتيشن الانتيريور شولدر بس احنا الهيد now is delivered تشوفون بالبداية شلون كان بالكراونينج قلنا بالأوكسيبت just beneath the pubic bone بالريستيتيوشن افترته من السيركل حتى تو ديليفر ذا شولدرز الشولدر صار عندي انتيريا باتجاه البيبت بون وبوستيريا باتجاه الساكرام بالاكسترنال روتيشن الانتيريا شولدر ريش ذا بلفيك فلور وايضا روتيت 1/8 اوف ذا سيركل هسه تقول هواي صار عندنا تدويرات الشولدر حتى انه ويا البادي يفتر احنا ممكن بالريستيتيوشن حيرجع يفترها من ثم السيركل شنو حيفتر ويا الشولدر وهذا جواب لسؤالك والانتيريور فاسيلر بوزيشن اوف ذا بيلفيك اوتليت حتى الشولدر يصير عندي واحد جاست بنيث ذا بيبيك بون والثاني جاست يعني ات ذا سايت اوف ذا ساكرام الهيد اولسو روتيت ايضا ثمن سيركل اضافيه فروم اوبليك بوزيشن الى يصير عندي ترانسفيرس ذا ريست اوف ذا شولدر اوف ذا بيبي بورن باي بولينج اون ذا فيتال هيد داونورد اند ابورد يعني هسه اني ديليفري اوف شولدر البيبي من طلع عندي الزم البيبي من النيك بطريقه ما بحيث ما اذي النيك مالته pulling down الابسس مالته downward حتى for delivery of the anterior shoulder اللي هو هذا and then after delivery of anterior shoulder I will pull it up to deliver the posterior shoulder and the next of the rest of the body ونكون كملنا الميكانيزم اوف ليبر اكو سؤال هذه تحفظ بالتسلسل والتعريف اللي حكيناه وكل شغله حكيناها اللاي بوزيشن ريبرزنتيشن الاتيتيود كلها تعرفوها هاي اشياء كمان راح تسمعوها هواي اكو عندكم سؤال طلاب